جواد حبيبي ليه عم تعيط؟ تأخرتي. ليش تأخرت؟ أنا ما تأخرت حبيبي، أنت ليش ناطرني أصلاً؟ أنا لسه بدي أروح عند بيت أهلي، بدي آخذهم بعدين أطلع لبيت حماية. ليش ما حكيتي بالأول؟ ليش تركيني ناطرك ها؟ فكرتك بتعرف؟ لا ما بعرف. بدك تاخذي معك جواهر مشان تساعدهم بالضيافة؟ ها، الجواهر ما بكفيها كمان هون شغل البيت، بعدين هونيك في عندك 3 قرشانات الله يسلمهم، هن بيخدموا عليهم. لا حول ولا قوة إلا بالله. مثل ما بدك. أنا كل شيء مثل ما بدي. ألو، إيه ماما، بنت حلال. يلا أنا هلا على الطريق. جهزوا حالكم. يلا باي. مالكم طبيعيين بنهب، اخواتك مصرين يبهدلوني دائما قدام قرايبيني. انت موضوع الخناق عندك عادي يعني؟ اه والله، وعادي اخواتك يتمقطعوا هيك بقرايبيني ويهزقوهم؟ ليش شو عملوا معك اخواتي؟ فهميلي. لسا بيلي شو؟ لك كل شيء صار، ما شفت؟ ما سمعت؟ اول شغله وطي صوتك نهاية نايمه، وثاني شيء ما عم بفهم عليك شو صار. ما بتفهم علي شو صار؟ شلون جنان بتروح بتقول له لابن خالتي شو الظاهر ما عم يحكي شو اخرس؟ لك شو هالوقاحه؟ شو هالكلمه هي اللي بتنحكى؟ وانا عم بقول ليش العرسان عم بيهربوا منهم ولهلا ما تجوزوا من وقاحتهم؟ هلا هذا هو الموضوع اللي صار لك ساعه عم تقصري وتطولي فيه. ايه ما في شيء محرز. ما بعرف شو بدي احكي معك. تصبح على خير. لا على فكره انت مالك طبيعي بنوب، شو قلبك بارد؟ بدك تنام لانه ما صار شيء بيهز البدن. يهزوا بدلك انت واخواتك حيايا. حبيبي انا بس بدي افهم اخوك شو خطر له يفتح التلفزيون؟ مو اخي حبيبتي، هذا فارس، فارس جاي يحضر الكلاسيكو. والله يا علينا، لك ليش نيمت العناية غصب عنا؟ أنا قلت لحالي بتقعدوا بتحكوا مع بعض وبتاخذوا راحتكم. لك حبيبتي أنا رح أروح لأنه هاي المباراة ما بتخلص ل 12 بالليل، فأنا لا شغل. لا 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 شو تروحي؟ لك نحن بنروح وأنت خليكي استني هلا بنلاقي لنا حل، هلا بنقول لهم شغلوا وطفوا أي شيء. خلصت. حبيبتي ما خلصت، هذا الشوط الأول اللي خلص. ما رح خليهم نشوف الشوط الثاني، تعالي لأنت. يا فارس معقول يعني جاي نحكي بدون تحضر المباراة اليوم؟ حبكيت يعني خلص بردو، ما عاد بدي احضر شوط ثاني. بيكون احسن. تعال جواد، بدي اقول لك شغله ضروريه كثير، خليهم يحكوا مع بعض.